هذه القوانين. خلينا نحكي الآن أو نشوف مع بعض التمارين. شوف كيف ماما تأثر بيه. طيب لو انا عندي مثلا مستقيم بهذا الشكل هذا امن عندي مستقيمين A B و M N. قلت لك كمل لي المصادر بتاعتهم بحيث انه هذول المستقيمين ايش مالهم توازيين. مين يقول مين عنده فكره بس ام ان ال A B ضد ال M N تكون موازية. هذا بمد ال M N وبمد هذه ايش بسوي بضلني اعملها بشكل موازي. طيب بمد الان لازم تحط اشاره التوازي لما ارسم عشان بمد الان عشان تتقاطع معها في نقطه على نفس المستوى. تمام هذه الان وتحت برسم الاي دي بشكل موازي للام ان بالضبط. الاي بنروح نرسم موازي طبعا وبخط ايوه تتقاطع طيب هنا في عندي سؤال ثاني برضو. عندي مستقيم هذه أسرع كلها سهلة مباشرة. طيب في هذا السؤال يقول لي من النقطة O ارسم لي مستوى يوازي مستقيمين اثنين A B و C D. من نفس المستوى احكي مثلا في الآن بنعمل O خط موازي لمين؟ نعمل أحد الخطوط أسهل أمد الأم هيك بس هنا وين بدي أرسمها موازية لمين لأي إذن هذا خط أفقي يعني بيكون هيك هذا بدي أرسمه يوازي سي دي لحد ما يصل لوين الآن. تمام هيك بكون أنا رسمته بس
طيب في هذا السؤال بقول لي represent a plan that contains point O is parallel to plan. Represent a plan that contains line MN and is parallel to line AB. يعني بدي ترسم لي مستوى يمر في مين؟ بالام ان، يعني الام ان بيكون ضمن هذا المستوى. نفس الوقت المستوى هذا بده يكون ايش؟ موازي للمستقيم اي بي. يعني بدي اروح، مين عنده فكره يفكر؟ قول يا محمد. لازم يكون في خط المستوى بيوازي الخط هذا عشان يطلع بالوزن. ممتاز، لازم يكون في هذا المستوى خط يوازي اي بي. طيب لقيتها، كيف الخط هذا كيف انا بدي اجيبه؟ بدي ارسمه يوازي صح؟ طب كيف ارسمه؟ ارسمه هيك يعني؟ طب ليش؟ ما هي اللي رسمته يوازي؟ لانه برنسبل دائما بيكون طول حقيقي ولا بس في هذه الحالة؟ لو بكون في هذا بوازي وهذا بوازي. ممتاز، لانه هذا عبارة عن بروفايل لاين، يعني هذا حيطلع بظهور حقيقي وين في البروفايل، فبالتالي بينفعش. اوكي انا من هذا من النقطة ام او ان بدي ارسم مستقيم، لكن هروح اجيب اول شيء البروفايل بعدين ارسم منه خط يوازي. فبروح انا بروح بجيب ايش؟ البروفايل، وهي الاي بروح بعملها بالشكل هذا في نصف العمودي هذا اف بي، والام هي على نفس الخط وهي الان تمام. وهنا هاي البي والان نفس المسافه، هذه حتكون ام وهذه حتكون بي، الاي نفس مسافه البي. لا عفوا لا عفوا بدنا ناخذ المسافه تمام. يعني من هان لهان هاي الاي، فضل عندنا من الام هي المسافه هذه هي هاي الـ A B وهاي الضلع M N. إذن هذا صار عندي طول عقيق. الآن من النقطة M أو من النقطة N إيش بدي أروح أسوي؟ أرسم خط موازي للـ A B. تمام؟ خلص أي مسافة، هو قال لك مستوى، المستوى يعني بيمتد، فخليه مثلا لحد الـ سمي هذه النقطة O. طيب كيف بدي أجيبه هان؟ كيف بدي أجيبه يا يارا؟ هان كيف بدي أجيب النقطة O؟ طيب هيني إيش يعني هيك أمد قصدك؟ بعدين بعمله موازي للـ A B. A B يعني حطها بشكل رأس. إذا هذه هي النقطة O. طيب كيف بدي أجيبها فوق يا سجى؟ يعني هذه من هان حطها هيك، كيف بدي اجيبها؟ فاهم؟ كيف بدي اجيبها هان ولا هان ولا هان؟ ما كله موازي. من وين؟ المسافة هذه المسافة دي. إذا هذه حتكون المسافة، هذه حتكون النقطة. أين رسمت المستوى؟ موازي. تمام؟ طيب ناخذ كمان سؤال
طيب عندي سؤال بالشكل هذا، قول لي قول لي draw a line that contains point O. بدنا نرسم مستقيم يحتوي على النقطة O، يعني مستقيم بده يمر في النقطة O. طيب is parallel to plan ABC and intersect line AM. Parallel to plan ABC and في نفس الوقت intersect line AMN. يعني بدي ارسم من النقطة هذه خط يوازي هذا المستوى، هاي مستوى من النقطة معينة بدي ارسم خط موازي هيك، يعني ممكن هيك هيك، في عندي خيارات كثير. طب أنا واحد فيهم قال لي بده يقطع مستقيم AMN، بده يقطع المستقيم ام ان في نفس الوقت. اوكي بدي اسمع، احكي يا ملا. طيب رسمنا موازي لبي سي، ها، ومن هنا موازي لسي. طيب وين بده يقطع ام ان؟ ها طب كيف بدي اعرف انه قطعه وما يكونش سكيو لاين؟ كيف بدي اعرف مستقيمين، كيف بدي اعرف اذا المستقيمين متقاطعين ولا متخالفين؟ التقاطع لازم يكونوا فوق بعض بالضبط. يا عيني عليك، لازم نقطة التقاطع لازم تكون نفسها فوق، يعني بروح بعمل هان لازم تكون نقطة التقاطع هان. طيب هذا وين تقاطعوا؟ إذن هذول إيش صاروا؟ سكيو لاين، خطأ. إذن الكلام هذا اللي إحنا فرضناه مش صحيح، مينفعش أنا أقول بدي أعتبره إنه يوازي سي دي. هانا في المستوى هذا في مليون مستقيم، فأنو صعب إني أنا أقعد أحذر أقول آه والله بطلع بوازي سي بي أو سي أي بي أو لا. في إشي تاني بحكم اللي هو التقاطع هذا. كيف بدي أسوي؟ إتجي فيو للـ ABC. طيب وبعدين؟ أرسم خط يوازي. وبعدين؟ كويس. قال لك إيش بدي أسوي؟ بدي أروح أرسم أنا إتجي فيو. تمام؟ أنا لوحة شخيصة. طيب هو طلع لي الـ AB عبارة عن أنا إيش؟ True Link، صح؟ True Link، يعني لو رحنا إحنا أسقطنا في هذا الاتجاه هيطلع الـ GPU. تعال نشوف، يعني أروح أعمل أنا هيك. رجع على ورا عشان ما يدخلش الرسم مع بعضه. تمام. لقيت لما يظهر المستوى بالإدج فيو ما فيش مجال، لازم يظهر مستقيم يوازي المستوى. فإحنا لو جينا هان رحنا مثلينا من الـ A تمام، وهذه بدك يعني هي خشة بعض أنها كثيرة. طيب بدي أجي هنا أنا أشوف الـ AB هي عبارة عن مسافة واحدة هي، صح؟ مضبوط. الـ A والـ B نفس المسافة، إذا فأخذ نفس المسافة هذه A و B. طيب الـ C هي المسافة الصغيرة هذه هاي. الـ O المسافة هذه.
طبعا هذه الاي والبي والسي هي طلعت ايش؟ الام ان الان هي من ها لها سنروح من ها لها الام ها لها الان ايش بدي اسوي الاو بدنا نروح نرسم خط موازي ومد الاو ان الام ان واشوف وين بتقاطعوا قاطعوا في النقطه هذه تمام سميها ايش اكس طلعت قريبه كثير على الاو طبعا يعني بامكان انا امده هاي الاو اكس على الاقل اعرف هل قد ايش بدي اسوي؟ ما زال هذه حتكون هي نقطة التقاطع اذا هذا الاكس حتكون جاية على المستقيم مين؟ ام ان صح؟ فبدي اروح هذه من هان نرجع الرجوع نسقطها عن امتداد ام ان وين قاطعت مع الـ OM هذه هي الـ X نفس الاشي بروح بمدها تحت بمد الـ OM هذه هي النقطة X شايفين كيف نقطة التقاطع وبوصل ما بين الـ OM هذه وبين الـ OM هيك صار عندي هذا المستقيم يوازي المستوى هايو لما جبت الـ Edge View طلع موازي ونفس الوقت يتقاطع مع الضلع ماشي الحال؟